قالت مصادر محلية يمنية إن القوات التابعة للحكومة الشرعية تمكنت من فرض سيطرة كاملة على جميع المواقع العسكرية التابعة للقوات المدعومة إماراتيا في مدينة عتق بمحافظة شبوة جنوبي اليمن بعد اشتباكات مع قوات النخبة الشبوانية التابعة للمجلس الانتقالي. وأضافت المصادر أن قوات الحكومة سيطرت على مقر المجلس الانتقالي ومبنى الأمن السياسي ومبنى الأشغال العامة بمدينة عتق، كما سيطرت أيضا على معسكرات مرة وثماد وشهداء التابعة لقوات النخبة الشبوانية شمال شرقي المدينة. وأفاد مراسلنا أن اشتباكات عنيفة جرت بين قوات الجيش والنخبة الشبوانية على الجهتين الشرقية والشمالية لمدينة عتق، وقد أسفرت هذه المواجهات عن سقوط العشرات من الطرفين بين قتيل وجريح. مدينة عتق أصبحت بالكامل في يد القوات الحكومية، فعقب معارك عنيفة مع قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات، أحكمت قوات الجيش اليمني سيطرتها على معسكرات ثماد ومرة والشهداء والعلم المتحكمة بخطوط الإمدادات الواصلة إلى مدينة عتق. الله أكبر، حان الجيش الانتقالي اللي قال ما بقدر ندخله دخلنا اليوم. بالإضافة إلى مقر المجلس الانتقالي داخل المدينة والخط الدولي الرابط بين عتق والعبر بحضرموت. انقلبت المعادلة إذن لصالح الحكومة اليمنية حتى الآن بعد 3 أيام من بدء المعركة مع قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في المحافظة الغنية بالنفط. يبدو أن الإمارات وميليشياتها المسلحة المتمثلة بالمجلس الانتقالي قد تلقت ضربة موقعة فعلا في معركة الشبوة، وذلك بعد أن استطاع الجيش الوطني فرض سيطرته الكاملة على مدينة عتق. أيضا من هذه المعركة يتضح أن الشرعية بدأت ربما تنحو منحى آخر للتعامل مع العبث الإماراتي المتواصل والهدف إلى تفتيت البلد وتقسيمه. اشتداد المعارك بين الطرفين انعكس على حياة المدينة، شلل في حركة الشوارع وحالة هلع عاشها السكان اليوم الثالث على التوالي، ولا مؤشرات في الأفق على وقف المواجهات، وما يجعل المعركة تأخذ وقتا أطول خطوط الإمدادات المفتوحة لكلا الطرفين. تستعر المعركة في الجنوب وتتوسع إلى مناطق جديدة، فمعركة شبوة تعتبر المعركة الفاصلة بين الطرفين على ما يبدو. فشبوة بالنسبة للحكومة الرافدة الاقتصادية الرئيس وبوابة الشرق اليمني، وتعني للانتقال بداية استكمال السيطرة على ما تبقى من مدن جنوبية بما فيها منشأة بلحاف لتصدير الغاز اليمني المسال إلى الخارج. أحمد البكاري، العربي، تعز، جنوب اليمن. وينضم إلينا من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. نبيل، إذن القوات الشرعية تفرض سيطرتها على مواقع عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، هل من مؤشرات فيما إذا كانت هذه السيطرة محكمة فعلا أم معارك فر وكر واردة في هذه الأثناء؟ نعم فرح، بالنسبة للسيطرة فقد سيطرت القوات الشرعية على مدينة عتق بشكل كامل، وبدأ الناس يخرجون من منازلهم إلى المدينة، وإن كان هناك بعض التخوفات من أن يعود أو من أن تعود ردة الفعل من قبل قوات المجلس الانتقالي وقوات النخبة التي طردت خارج إطار مدينة عتق. حتى اللحظة هناك اشتباكات تدور في البوابة الشرقية لمدينة عتق، خصوصا بعد استقدام قوات المجلس الانتقالي أكثر من 32 عربة وكذلك مصفحة قادمة من مدينة عدن جنوب اليمن، وصلت لمساندة قوات المجلس الانتقالي وقوات النخبة التي صارت خارج إطار مدينة عتق، وهناك اشتباكات حتى اللحظة في هذه البوابة. أما بالنسبة للمدينة فقد أحكمت قوات الحكومة الشرعية سيطرتها عليها بشكل كامل، وأحكمت كذلك السيطرة على جميع المنافذ ونقاط التفتيش. هناك شهود عيان أكدوا للتلفزيون العربي بأن عشرات العربات وكذلك الأسلحة المختلفة وصلت للحكومة الشرعية مساندة للحكومة الشرعية قادمة من منطقة عياد ومناطق أخرى في جردان من منطقة العقلة النفطية إلى مدينة عتق، خشية أن يستقدم أو تستقدم قوات النخبة الشبوانية تعزيزات إلى هذه المنطقة. في المقابل سيطرت آخر المعسكرات
المحافظات التي سيطرت عليها القوات الشرعية وأحكمت عليها السيطرة هو معسكر العلم، والذي أكدت بأن هناك قوات إماراتية كانت تتواجد في هذا المعسكر الذي سيطرت عليه القوات الشرعية، هو تابع لمديرية جردان ويبعد عن مدينة عتق بقرابة 75 كيلومتر باتجاه الشمال الشرقي. كذلك استطاعت السيطرة على معسكر حراد وهو تابع لمنطقة رماح تابع لمديرية عرماء ويبعد حوالي 120 كيلومتر من مدينة عتق، ويعد هذا المعسكر من أهم المعسكرات لقوات النخبة الشبوانية والذي يطل على الشركات النفطية في ذلك المكان. إذن هناك تخوفات الآن من قبل السكان خشية من ردة الفعل لدى المجلس الانتقالي وقوات النخبة الشبوانية، وإنما في كل الأحوال سيطرت القوات الحكومية الشرعية بشكل كامل على مدينة عتق وما جاورها من مناطق مختلفة. شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي من صنعاء.